تغيرت الأحوال وتحسنت الظروف، وبات فريق زاخو يقدم مستويات مميزة، فمنذ 6 مباريات والفريق لم يخسر أبدا، محققا 4 انتصارات وتعادلين، ليعوض بداياته المتواضعة ويرتقي إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة. وسيحل أبناء الخابور ضيوفا على فريق كربلاء ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الممتاز، وفي نيتهم تحقيق الفوز ومواصلة العروض المميزة مؤخرا، مستغلين الأيام السيئة التي يمر بها فريق كربلاء. ويبدو أن إصلاحات مدرب الفريق محمد قويض ولمسات مساعده حيدر محمود كانت قد أضافت الكثير للكتيبة الحمراء. استعدينا للمباراة جيدة، رغم عندنا النقص العددي بسبب الإصابة، عندنا لاعبين إصابتهم يعني لحد الآن ما بين لحد مستشفاهم هل قادرين على اللعب أم لا، يعني رغم ذلك احنا عندنا بدائل جيدة وجاهزين يعني الفريق. الفريق الآن مستوى متصاعد مباراة إلى مباراة بعد سلسلة النتائج الجيدة اللي قدمها الفريق. الفريق معنويا نفسيا بحالة جيدة، واللاعبين يعني هم يتمنون يتقرب المباراة مباراة مع مباراة في سبيل يعني قلت لك الحالة النفسية المعنوية اللي يمرون بها، هذا حافز جيد طبعا. تشكيلة متوازنة يقودها خالد مشير، وصانع ألعابه سلفادوري أودير فلوريس، وهدافه يونس شاكور، والجناح المتألق حاتم زيدان، والسوريان رجا رافع وعلاء الشبلي، فضلا عن دور الوافدين الجديدين سامر سعيد ومحمد سعد، اللذين قدما أداء ملفتا منذ انضمامهما للفريق في فترة الانتقالات الشتوية. يعني فريق كربلاء خاصة في ملعبه فريق صعب، خدمة عامل الأرض والجمهور، الأرضية يعني شوية صعبة، بس احنا إن شاء الله راح نقدر نتأقلم على هذه الأرضية. طموحنا هو 3 نقاط، لأنه فريقنا احنا إن شاء الله يقدر يعني من هنا يفكر بالمراكز الأولى، لأنه فريق زاخو بدأ يستعيد أفضلية يعني من ناحية الدوري باستقطاب بعض اللاعبين يعني اللي في المرحله في التوقف اللي صار، بالاضافه الى اللاعبين الموجودين من زاخو. ويسعى فريق زاخو الى تحقيق اول فوز له خارج قواعده، حيث كان قد مني بهزيمتين وتعادل 3 مرات. الفوز سيضرب به زاخو اكثر من عصفور بحجر واحد، وسيصعد بالفريق الى المراكز الاولى ليصبح من بين المنافسين على اللقب وليسعد الجماهير الزاخوليه. عمر قحطان، وار الرياضيه.